الفصل الثاني موجز محتويات الجيتار. قال سنجيا: عندما شاهد مدهوسودنا أرجنا يفيض بالعاطفة والحزن وعيناه مغرورقتان بالدموع، قال الكلمات التالية: قال الشخص العظيم: حبيبي أرجنا، كيف جاءتك هذه الشوائب؟ إنها لا تليق برجل يعرف قيم الحياة التقدمية، ولا تقود إلى الجنات بل إلى الحضيض. يا ابن بريتها، لا تستسلم لهذا العجز المهين، لأنه لا يليق بك. اطرح بضعف قلبك بعيدا وانهض يا معاقب الأعداء. قال أرجنا: يا قاتل الجن مدهو، كيف سأصد هجوما بالنبال في معركة يشترك فيها رجال مثل بهيشما ودرونا اللذين يستحقان عبادتي؟ خير لي أن أعيش في هذا العالم متسولا على أن أعيش بعد قتل معلمي العظماء، حتى وإن كانوا جشعين فهم سادتي، ولو قتلوا فإن مباهجنا ستتلطخ بدمائهم. إنا لا نعرف ما هو أفضل، أن يقهرونا أو أن نقهرهم. إذا قتلنا أبناء دهريتراشترا الواقفين أمامنا الآن في المعركة، فإن حياتنا تفقد قيمتها. لقد دعت عن واجبي الآن وفقدت رباط جأشي لوهني، لذلك أرجوك أن تخبرني بوضوح إلى ما فيه خيري. إنني الآن تلميذك وروح مستسلمة إليك طالبا هداك. إنني لا أجد سبيلا لدفع هذا الحزن بعيدا وقد جمد أحاسيسي. لا أستطيع التغلب عليه حتى ولو كسبت مملكة لا ينافسها منافس على الأرض مع سيادة ملائكة السماء. قال سنجيا: عندما خاطب كريشنا هكذا قال أرجنا قاهر الأعداء: جوفيندا، لن أقاتل، ولاذ بالصمت. يا سليل بهارتا. حين ذاك وجه كريشنا هذه الكلمات وهو يبتسم وسط الجيشين إلى الكئيب أرجنا. قال المولى المبارك: بينما تتحدث بإلمام أراك تحزن على ما لا يستأهل الحزن، لا يحزن الحكيم على حي ولا على ميت. لم يكن ثمة وقت لم أكن فيه موجودا، حتى ولا أنت ولا كل هؤلاء الملوك، ولن يكون وقت لن نكون. كما تمر النفس المتجسدة باستمرار في هذا البدن من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة، هكذا تنتقل النفس عند الموت إلى بدن آخر. لا يضطرب المحقق لذاته بمثل هذا التغيير. يا ابن كنتي، إن الظهور الزائل للسعادة والشقاء على التوالي واختفاءهما بمرور الوقت يماثل ظهور واختفاء فصلي الشتاء والصيف. إنهما يتولدان من الإدراك الحسي يا سليل بهارتا، وعلى الإنسان أن يتعودهما دون اضطراب. يا أفضل الرجال، من لا تزعجه السعادة والشقاء ويبقى ثابتا رغم ازدواجيتهما لهو مؤهل للتحرر بلا ريب. لقد أجمع شهود الحق أنه ليس للزائل من بقاء وليس للباقي من زوال. خلص هؤلاء إلى ذلك بدراسة طبيعة كليهما. اعلم أن ما يعم البدن كله لا يزول، لا يمكن لأحد إهلاك النفس القديمة. إن البدن المادي للنفس القديمة التي لا يمكن تدميرها والمتعذر قياسها هو الخاضع وحده للزوال. لذا قاتل يا سليل بهارتا. من يعتقد أن النفس هي القاتل أو المقتولة لا يفقه شيئا. الراسخ في العلم وحده يعلم بأن النفس لا تقتل ولا تقتل، لا تولد النفس ولا تموت، وعندما توجد لا تتوقف عن الوجود. إنها غير مولودة بل قديمة سرمدية باقية لا تموت. إنها لا تقتل عندما يقتل البدن المادي. يا بارتها، كيف يمكن لمن يعلم أن النفس لا تزول ولا تولد بل قديمة وثابتة أن يقتل أحدا أو يتسبب في قتل أحد؟ كما يرتدي الإنسان ثيابا جديدة ويلقي بثيابه البالية بعيدا، هكذا ترتدي النفس أجساما مادية جديدة وتلقي بالأجسام البالية جانبا. يستحيل أن تجزأ النفس بأي سلاح أو أن تحرق بنار، كما يستحيل أن تبلل بماء أو تذرى بريح. لا تشطر هذه النفس الفردية ولا تذاب، لا تحرق ولا تجف. إنها قديمة تتخلل كل شيء، ثابتة ولا تحرق. قيل أن النفس لا ترى، علية لا تعقل، ثابتة غير متحولة،
وبمعرفتك هذا عليك أن لا تحزن على البدن، وإن كنت تعتقد رغم هذا أن النفس تولد دوما وتموت دوما، فليس لديك مبرر للحزن يا شاكي السلاح، لأن الموت مؤكد لمن يولد والولادة مؤكدة لمن يموت. إذن في مجرى القيام بواجبك الذي لا يمكن تجنبه ينبغي أن لا تحزن. تكون كل المخلوقات في حالتها اللطيفة في البداية، ثم في حالتها الكثيفة لبعض الوقت، لتعود إلى الحالة اللطيفة ثانية. إذن ما الداعي للحزن؟ يعتبر البعض النفس شيئا محيرا، ويصفها البعض بالشيء المحير، كما يسمع البعض أنها شيء محير، بينما آخرون حتى بعد السماع عنها لا يفقهونها على الإطلاق. يا سليل بهارتا، إن من يقطن في البدن هو قديم لا يهلك، لذا لا حاجة بك للحزن على أي مخلوق. نظرا لواجبك المعين كشتر يا أعلم أن أفضل عمل تقوم به هو القتال بمقتضى شريعة الدين، لذا لا داعي للتردد. يا بارتا، سعداء هم كشاتريز الذين تسنح لهم فرص القتال هذه بدون ابتغائها، فاتحة أمامهم أبواب الجنات. لكن إذا لم تقم بهذه الحرب الدينية، فلسوف تذنب بتجاهلك لواجبك، فتفقد سمعتك كمقاتل. سوف يتكلم الناس عن عارك دوما، وبالنسبة لمن شرف فإن المهانة أسوأ من الموت. سوف يعتقد القادة العظام الذين قدروا اسمك وشهرتك بأنك تركت المعركة بسبب الخوف فقط، وبذا سوف يعتبرونك جبانا. سوف ينعتك أعداؤك بكلمات شنيعة ويزدرون بقدرتك. أي شيء أكثر ألما لك من هذا؟ يا ابن كنتي، إما أن تقتل في ساحة الوغى وتدخل الجنات، أو تنتصر وتتمتع بالمملكة الأرضية. لذا انهض وقاتل بكل عزم، قاتل للقتال فقط دون اعتبار لسعادة أو شقاء، خسارة أو ربح، نصر أو هزيمة، وبهذا لن تأثم. بذاك أكون قد بينت لك علم تحليل فلسفة سانكي. استمع الآن إلى علم اليوغا، وبممارسته يعمل الإنسان بدون تعلق بثمرة العمل. يا ابن بريتا، عندما تعمل بمثل هذه الفتنة يمكنك التحرر من رهن العمل. في هذا المسعى لا يضيع جهد ولا تقوم عقبة، بل إن تقدما بسيطا فيه يحمي الإنسان من أخطر ضروب الخوف. إن السائرين على هذا الدرب هم عاقدون نية وموحدو الهدف. أيها الطفل المحبوب لسلالة كرو، إن ذكاء الحيارى كثير الشعب يتعلق قليل المعرفة كثيرا بألفاظ الفيدز المنمقة، والتي توصي بمختلف الأجور لدخول الجنات، حيث الولادة الصالحة والعزة وهلم جرة. ولرغبتهم باللذات الحسية والحياة الرخية يدعون أنها نهاية المطاف. يخلو عزم عبادة الرب العظيم من عقول المغرمين باللذات الحسية والجاه المادي والمفتونين بهذه الأشياء. تعالج الفيدز بصورة رئيسية الشواكل المادية الثلاث. تعال عن هذه الشواكل يا أرجونا، تعال عنها جميعا، وتحرر من الازدواجية والقلق لأجل الربح والسلامة، وتأصل في الذات. كل الأغراض التي تقضيها البركة الصغيرة يمكن أن يقضيها حوض الماء الكبير دفعة واحدة. هكذا تقضى كل المقاصد الفيدية لمن يعلم الغرض من ورائها. لك الحق بتأدية واجبك المعين لك، وليس لك الحق في ثمرته. لا تعتبر نفسك علة ثمرة عملك مطلقا، ولا تتعلق قط برغبة عدم أداء الواجب. اثبت في اليوغا يا أرجونا، قم بواجبك واهجر كل تعلق بالنجاح أو الفشل. مثل هذا الاتزان الفكري يسمى يوغا. يدهنانجيا، ابذل ثمرة عملك بخدمة عبادتي، وسلم كليا بهذا الوعي. إن الراغبين بثمرة عملهم هم البخلاء. إن المنقطع إلى خدمة العبادة يتنزه عن كل من العمل الصالح والعمل الطالح على حد سواء، حتى في عمره الحالي. لذا ناضل من أجل اليوغا يا أرجونا، التي هي فن العمل. إن العاقل المنقطع إلى خدمة العبادة يعتصم بالرب ويحرر نفسه من دوامة التناسخ بزهده بجزاء العمل في العالم المادي
هكذا يمكنه بلو حالة ما وراء كل الشقاء. عندما يتخطى ذكاؤك غياهب أدغال الوهم، لن تعود تهتم بما سمعته وبما ينبغي أن تسمعه. عندما لا يعود يكترث عقلك بألفاظ الفيدز المنمقة، بل يبقى ثابتا في غيبوبة تحقيق الذات، عندئذ تبلغ الوعي الرباني. قال أرجنا: ما هي علامات صاحب الوعي العلي يا كريشنا؟ كيف يتحدث وما هو حديثه؟ كيف يجلس وما هو دربه؟ أجاب المولى المبارك: يا بارتها، عندما ينبذ الإنسان شتى الرغبات الحسية بنات التخمين، وعندما يرتضي عقله بالذات وحدها، عندئذ يقال بأنه في وعي محض علي. من لا يضطرب رغم الشقاوة الثلاثية، من لا ينترسها، هو الراسخ حقا في العلم. قد تنقطع النفس المتجسدة عن الملذات الحسية رغم بقاء ميلها لأغراض الحواس، لكن بانقطاعها هذا نتيجة اختبار ذوق أعلى، فإنها تتأصل بالوعي. إن الحواس قوية وجامحة يا أرجنا، أنها تأخذ بالقوة حتى عقل لبيب يسعى إلى لجمها. إن من يكبح جماح حواسه ويثبت وعيه عليه يعرف برجل ذي ذكاء مستقر. بتأمل أغراض الحواس ينمو التعلق بها، ومن هذا التعلق تنمو الشهوة، ومن الشهوة ينبع الغضب، من الغضب ينبع الوهم، ومن الوهم يأتي ضياع الذاكرة، ومن ضياع الذاكرة يفقد الذكاء، وعندما يفقد الذكاء يسقط الإنسان ثانية إلى المستنقع المادي. من يستطيع ضبط حواسه عملا بالأحكام والنواهي المفضية إلى التحرر، يمكنه إحراز رحمة الله، وبالتالي التحرر من التعلق والكره. من هو ثابت هكذا في الوعي الرباني، يتخطى الشقاوة الثلاثية للوجود المادي، وبمثل هذا الوضع السعيد سرعان ما يستقر ذكاؤه. أما من هو بعيد عن الوعي العلي، فلا يمكنه ضبط عقله، كما لا يمكن أن يستقر ذكاؤه. بدون هذا يستحيل السلام، وكيف يمكن للسعادة أن توجد بدون سكينة؟ كما تحمل الرياح القوية القارب بعيدا على سطح الماء، ففي مقدور حاسة واحدة من الحواس التي يتركز حولها العقل أن تخطف فطنة الإنسان بعيدا. هكذا أيها المدجج بالسلاح، إن من ينأى بحواسه عن أغراضها هو راسخ الفطنة بلا ريب. إن ليل المخلوقات كلها هو وقت يقضى القادر على تمالك نفسه، ووقت استيقاظ المخلوقات كلها هو ليل الحكيم المحقق. إن من لا يضطرب بفيض الرغبات المتدفقة دون انقطاع مثل البحر الذي يبقى هادئا رغم انصباب الأنهار، يصل إلى السلام وحده، وليس من يناضل إرضاء لمثل هذه الرغبات. من ينبذ كل رغبة في الإشباع الحسي ويهجر الرغبات كلها، ويتجرد من كل شعور بالملكية، ويخلو من الآنية الباطلة، يصل وحده إلى السلام الحقيقي. هذه هي طريق الحياة الروحية والربانية، وعندما يصلها الإنسان لا يضل عن نفسه، وبثباته في هذه الحالة حتى عندما يحضره الموت، فإنه يستطيع دخول ملكوت الله.